استقبل الآن ضيفي من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد الشهاوي، أهلا بك معنا. إذن كتاب القسام لا تواجه وتتصدى للاحتلال الإسرائيلي على أرضها في رفح فقط، وإنما من رفح تحديدا ترسل له أيضا صواريخ إلى تل أبيب، ما دلالة ذلك؟ ده بيعطيني، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أنا بعتقد أن ما حدث اليوم بيعطي رسالة أن إرادة المقاومة تنتصر على قوة السلاح الإسرائيلي، وأن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مأزومة الآن، وهناك مشاكل تجابها الحكومة الحرب الإسرائيلية، لأن إسرائيل ورئيس حكومتها لم يستطع أن يحقق أهدافه الثلاثة حتى الآن من القضاء على رجال المقاومة الفلسطينية أو تحرير الرهائن الإسرائيليين بالقوى العسكرية أو جعل غزة لا تستطيع أن تؤثر على الداخل الإسرائيلي. ما يحدث اليوم بيقول أن المقاومة مستمرة وأنها بتقوم بالكثير في إيقاع الكثير من تدمير المركبات والآليات والدبابات المركبة الإسرائيلية، بالإضافة إلى قتل الكثير من الجنود الإسرائيليين. أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ومدير وكالة الاستخبارات الأمريكية بأنه بيرغب في جولة جديدة من المفاوضات. مصر وقطر جاهزين لعملية المفاوضة كوساطة نزيهة ما بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين. ما تقوم به إسرائيل من مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية جعل العالم كله وجعل يعني المحكمة الجنائية الدولية تلقي وتقوم بإصدار قرارات باعتقال كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، بالإضافة أيضا إلى ما تقوم المظاهرات في الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى انشقاق داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، بالإضافة إلى أن الدول الغربية احنا شفنا النرويج وأسبانيا وأيرلندا بتعترف بدولة فلسطينية، وده يعني بداية الطريق لكل الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية والحل السياسي. كل التطورات الميدانية والخسائر التي يتكبدها الجيش الاحتلال سواء في الشمال من قتل للجنود وأسر وكذلك الرشقة الصاروخية الأخيرة من رفح باتجاه تل أبيب، أين تضع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة الآن؟ في أي خانة؟ بتضع جيش الاحتلال أنه بيفكر مرة ثانية بأنه لن يستطيع أن يحرر الرهائن، وخاصة عندما قام بالاقتحام أو الهجوم المحدود على قطاع غزة على رفح عفوا، واستطاع أن يقوم بتهجير أكثر من 850 ألف إلى ما تسمى منطقة إنسانية آمنة موسعة، وهي ليست آمنة وليست موسعة في منطقة المواصي. كل ذلك بيرتكب جرائم، منها جرائم التجويع وقفل كل المحاور، ولكنه رجع مرة ثانية وبواسطة الرئيس الأمريكي بأن يتم إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم منذ أمس، وبعتقد أنه في الطريق سيتم أيضا الانسحاب من معبر رفح حتى يتم السيطرة المصرية الفلسطينية على معبر رفح ويتم إدخال المساعدات، لأن احنا شفنا إدخال المساعدات عن طريق الرصيف البحري بتقابلها الكثير من الصعوبات، وتم يعني جزء منه سبح مع الطيار، دليل أنه لن يستطيع أن يقوم بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني على الأرض. وما قامت به المقاومة اليوم وما تقوم به كل يوم من القتال من المسافة صفر ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكيف أنها تقوم بتلغيم بعض الأنفاق وتلغيم المباني واستهداف الجنود والضباط الإسرائيليين، كل ذلك بيؤكد على أن إرادة المقاومة بتنتصر على المجازر والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأعتقد أن ورقة الرهائن لدى رجال المقاومة الفلسطينية بتعتبر منحة في وسط هذه المحنة، لأنها ستؤدي إلى إسرائيل العودة مرة ثانية إلى طاولة المفاوضات، وخاصة بعد ضغط أهالي هؤلاء الرهائن والمظاهرات أمام منزل نتنياهو
وشايفين الضغوط الدولية والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تكون هناك انشقاقات ومشاكل ما بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، كل ذلك لأن إسرائيل ارتكبت المجادر والإبادة الجماعية. محكمة العدل الدولية عندما أصدرت قرار بوقف القتال في رفح، وكان المفروض أن يكون إيقاف النار في كل قطاع غزة، لكن البداية بوقف إطلاق النار في رفح، وبالتالي بتعود إسرائيل إلى طاولة المفاوضات، لأنها في حالة الاجتياح الشامل لرفح سيتم قتل كل الرهائن، ال130 رهينة إسرائيلية الموجودة والخمس مجندات، ولن تستطيع أن تنقذ أي رهينة كما حدث بالمفاوضات في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي، عندما تم تنفيذ عملية أبواب السماء وإطلاق سراح الرهائن وسراح المسجونين الإسرائيليين. طيب كيف ستؤثر هذه التطورات، ما حدث بالأمس وما حدث منذ قليل، على مسار المفاوضات؟ طبعا ما يحدث منذ قليل سيسرع من المفاوضات لخفض التصعيد وهدنة مؤقتة على 3 مراحل، كل مرحلة 42 يوم، وإطلاق 30 أسير ورهينة إسرائيلية، بالإضافة إلى أنها ستكون بادرة إلى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وإعادة الإعمار والوصول، كما تضغط مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى حل السياسي والدبلوماسي وحل الدولتين. وأعتقد أنه لا يوجد صراع مسلح يستمر إلى الأبد، ولكن لابد من اللجوء إلى طاولة المفاوضات، وإحنا شفنا أمريكا بتسعى في هذا الإطار من خلال ما تم محادثات باريس، بالإضافة إلى أن ضغوط مصر وأمريكا وقطر في عملية الوساطة لتحقيق هذه الهدنة المؤقتة وإيقاف إطلاق النار. نعم، أريد أن أختم معك بسؤال حول تقليص قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد فرقها في شرق رفح، لماذا يعود ذلك؟ هل هو نتيجة لأوامر العدل الدولية؟ طبعا موضوع محكمة العدل الدولية وقرارها بوقف الحرب في رفح، أعتقد أن ذلك قرار ملزم على إسرائيل أن تقوم بتنفيذه، بالإضافة إلى الضغط من رجال المقاومة الفلسطينية اليوم من خلال استهداف إسرائيل، من خلال رشقة الصواريخ، بل والعمل على استهداف تل أبيب مستقبلا. كل ذلك بيؤدي إلى أنها يعني كل العالم لا يريد اقتحام رفح، لأن بها أكثر من 1,300,000 فلسطيني مكدسين في هذه المنطقة الصغيرة من قطاع غزة، وأعتقد أن ذلك سيكون مؤشرا إلى الوصول إلى التفاوض حول تحرير الرهائن وحول وقف مؤقت لإطلاق النار. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد الشهاوي، كنت معنا من القاهرة.